المسيرة كيسار مغربي وكفيدرالية اليسار الديمقراطي إلى جانب مواطنات ومواطنين الشعب المغربي أتوا من كل المدن من أجل التعبير عن تضامننا المطلق مع الشعب الفلسطيني وكفاحه من أجل بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس ورجوع وعودة يعني اللاجئين. ونحن هنا أيضا لنقول لا لصفقة العار التي يريد من خلالها الثنائي الصهيوني الإمبريالي استكمال آخر الشوط من أجل تصفية القضية الفلسطينية في مخططه الجهنمي لإعادة إخراج خريطة الشرق الأوسط الكبير. ونحن نقول أننا ندعم كفاح الشعب الفلسطيني ونطالب كل أحرار في العالم أن يدعموا كفاح الشعب الفلسطيني الذي سينتصر. يعني ونقول الخزي والعار للأنظمة الرجعية التي باعت القضية، لأن فلسطين أمانة في عنقنا ويجب أن نستمر في الدعم والمساندة بكل ما أوتينا من قوة حتى ينتصر الحق على الباطل الإمبريالي الصهيوني. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن من ساكنة مدينة طنجة، جينا لمشاركة المسيرة التضامنية مع الشعب الفلسطيني الجريح، فجئنا نشارك في هذه المسيرة ونقول لا للتطبيع، لا لصفقة القرن، وكنقول للمسؤولين اتقوا الله عز وجل، ولأن مهما طال هذا الليل لا بد من الصباح. فنقول للمسؤولين مرة أخرى اتقوا الله في الشعب الفلسطيني، وللمسؤولين داخل المغرب وخارج المغرب جميع الأنظمة العربية أن تتقي الله في هذا الشعب الجريح. لا لبيع فلسطين، لا لبيع الأقصى، ونحن ضد التطبيع، يعني نرجع لكتاب الله عز وجل، نجد لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فهذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه 14 القرن، فكيف الآن حكام العرب كلهم يعني تبعوا القضية الأمريكية والفلسطينية وتبعوهم يعني وباعوا ويريدون التفويت مسجد الأقصى ولم يرضوا عليهم. ونحن نرى الذل والخزيان والعار في لدن بعض المسؤولين في دول الخليج، والقضية الفلسطينية هي وصمة عار في جبين الأمة، لأن الكل يسكت عليها، ولكن الشعوب تعبر مما لديها من قوة. وهذه المسيرة وهذه المشاركة هي التي نملك، ولا نملك إلا الدعاء لهم. وهذه المسيرة نسأل الله عز وجل أنصر إخواننا المجاهدين في غزة وفي فلسطين وفي جميع بقاع الأرض، نسأل الله التوفيق.